بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق دراو بمحافظة أسوان. يا جماعة النهاردة 3/24/2023، صلوا على سيدنا النبي ودعمونا بلايك. فأول اليوم هنخش نعمل لكم تقرير بأسعار عيول اللحم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا يا جماعة السوق النهاردة طارح خير، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تابعونا يا جماعة، طبعا انتم عارفين سوق دراو دي ما فيش ميزان فيه شغال، فاحنا دايما بنقايس اللي هو الناس كلها شغالة بتقايس. يعني مثلا عندي العجل قدامك، العجل ده مثلا بيبقى واحد شافه بالنظر مثلا يعني 240 كيلو، 240 كيلو اللي هو بالعظم تمام، بيتضرب باللي هو ايه زي شطتين كده. برضو احنا ايه بنقول للناس الخلفية، عشان في ناس كثيرة بتقول كلام يعني لا السوق الفيديو من غير الميزان. يا جماعة ما فيش ميزان، المقايسة بالنظر. هنا هو ده وضع السوق وليه سنين على الكلام ده، احنا مش هنغير اللي حاصل بالصلاة على النبي. هنخش يا جماعة نشوفوا اسعار عيول اللحم. صلى على النبي تبارك. العجل الاولاني ده يا جماعة كان في بيع وشراء واصل 55,000. صلى على النبي تبارك الله. كامل البيع والشراء عمدة؟ كامل البيع والشراء؟ كامل الفلوس اللي عليه؟ 52 الفلوس اللي عليه يا جماعة. هذا صح، 52 الفلوس اللي عليه. الصلاة على النبي تبارك الله. كاسر حاجة عمدة؟ لبانة. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي تبارك الله. بارك الله ما شاء الله. ده أول واحد عليه 52 كامله. ثلاثة دول بمية. الاثنين خمسة وثلاثين. والتنين؟ التنين بكام؟ بعدين اقطع لك تكسر رجل عجلنا. زق عمده؟ الله يخليك. معك حاجة هنا؟ لا لا الله يوسع عليك يا محمد. يا محمد. محمد افصل. السلام عليكم. معاك ده معلم؟ معاك ده؟ معاك العجل ده؟ لا. زكاة عمدة. كم صلاة النبي؟ بيع الشراء الواصل 50. بيع الشراء 50,000. بيع الشراء 50,000. قلب يا حاج لا يبارك فيك السوق والله. على الله بإذن الله والله. كامل بيع الشراء والله. ماشي حياتي. معك الاثنين على واحد عمدة. هو ده بيع الشراء 70/71. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله على فين لا 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 لا
يا حج الفعل سهل بيشتروا في 2 ب115 بس عايزين نشوف العجل الثاني اللي معنا. ده يا جماعه البيع والشراء الحصري اللي في السوق اللي هو داخل السوق. خلاص يا حاج ابو محمود خلاص على الله. لا لا يا ربي يا حاج 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 يا موسى 115 يا شرف دول عيد الاسود وهم الاول والشاب الجاموس 115 يا شرف يا لا لا الا الله. بس خلاص كم البيع والشراء في ذا؟ بيع والشراء 45 صلاة النبي 45 يا جماعة البيع والشراء. كم البيع والشراء عمده؟ 57 عليه 57 السعيد الطويل صلى على النبي. والله مقرب لي ذوق كويس. لا يرفعه وين ربط؟ لا قلت لك كم البيع والشراء في دولار عمده؟ 91.5 كده احنا يا جماعة دخلنا على ايه؟ العجول الاقل شويه يعني الاوزان الاخف شويه. بس في كم واحد تقال هنا صلاه النبي صلاه النبي تبارك الله. كم البيع والشراء فيهم دول يا معلم؟ 93 صلاه النبي. كسرين حاجه؟ جوز لا جوز ثاني لبانه ايوه 93 صلاه النبي 93. الكبير ده معاهم عمر؟ لا كبير ده 150 الاثنين صلى على النبي. السعيدين يستاهل يا عم والله تبارك الله عليهم 150 يا جماعه السعيدين تبارك الله. اللهم صل على النبي. الاسود ده يا جماعه دبابه واقفه واصلات 150 واصلين ما باعوش بس لا ما باعوش والاسود ده لوحده ما شاء الله يعدي ال 80 انا شايفه. صلى على النبي تبارك الله اللهم صل على النبي. النهارده يا جماعه في الثلاث في دبابات في السوق والله الله دبابات ما شاء الله تبارك الله. ياخذونا برضه كام عجل من عيول الدوره يا جماعه عشان نبقى ايه عملنا التقرير كله. النهارده يا جماعه نلخص السوق يمشي احنا شايفينه 240 جنيه اللي هو 4/4 بالعظم. يمشي 240 245. الو جو امشي يا هذا عجلين حلوين برضو ما شاء الله تبارك الله. زرع عمده كام بالصلاة على النبي؟ 117 و200 العجلين دول يا جماعه 117 و200 صلاة الله تبارك الله ما شاء الله 117 و200 عجلين حلوين والله تبارك الله. عجلين ما شاء الله تبارك الله. العيون كلها يا جماعة شغالة النهاردة معوها العجل
الله يسلم. لا يا جماعة تقرير العجول القاني العجول اللح، لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك، والناس اللي داخل جديد تشترك معنا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.